ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في سيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد بتاع مسلسل رمضاني جديد اسمه جمع سالم. ده المسلسل بتاع زينه وهي البطله بتاعت المسلسل. برضو عندي نفس المشكله مع زينه زي يسرا بالظبط. انا مش من محبين زينه المسلسلات بتاعتها يعني في رمضان ان هي تبقى ستاند الون او تبقى هي البطله بتاعت المسلسل وكده. بس على الرغم ان انا عجبني دورها جدا في المسلسل بتاع نيلي كريم اللي كان من كام سنه، مش فاكر اسمه صراحه دلوقتي، اللي كانت متجوزه احمد فهمي نيلي كريم وبعد كده صاحبتها زينه خانتها مع احمد فهمي جوزها واتجوزوا وهكذا. يعني المسلسل ده كان حلو، انا عن نفسي انا عجبني المسلسل ده، بس نهايته كانت خايبه بالنسبه لي يعني. بالنسبه للمسلسل ده في زينه، ده الحاجه الوحيده اللي اعرفها. طبعا ما شفتش التريلر ولا مره، هنشوف مع بعض دلوقتي التريلر لاول مره. يلا بينا. طب افرضي بقى طب علينا الولد الحرامي الهجام ده وبيقولك ان اخوك ابوك غصب عن اي حد. بدور على اخواتي وان شاء الله هوصل. هتقابلنا قبل كده صح؟ انا اصلي النهارده عرفت ان مريم تعبت في الشغل فقلت اجي اطمن عليها. خد نص بروق يا باشا. انا عملت ايه يا باشا؟ في ايه؟ شيل الاوضه. الحقينا يا طنط. ايه في ايه؟ القبطان فاروق. اقرب من نفسك. اوعي تزعلي عليا، فاهمة؟ مريم احنا لازم نروح لحد معروف. اوكي. مبسوط ان في محمد شاهين في المسلسل ده، هو وعبد الرحمن ابو زهر. السنه اللي فاتت كانوا عملوا مع بعض حكايه مره مع غاده عبد الرازق. بحب انا تمثيل محمد شاهين صراحه. مش عارف بالنسبه للمسلسل ده بصراحه، برضو مش عارف. ساعات كتيره جدا في مسلسلات رمضان، يعني افلام الانجليش او مسلسلات الانجليش بالنسبه لي عادي، بتكلم بالنسبه لمسلسلات رمضان او بالنسبه لافلام بتاعت الافلام العربي الافلام المصري، ساعات دايما واغلبها دايما في مسلسلات رمضان التريلر دايما بيكون خداع او التيزر او وات ايفر اللي بيتعمل. بحس اللي هو نفس المشكله كنت قايلها برضو قبل كده السنه اللي فاتت في وقت سيد الشحات، لما اتفرجت على التريلر اللي كان عملوه تريلر في منتهى السوء. التريلر كان وحش جدا بس المسلسل انا بصراحه عجبني، وعجبني الكوميديا اللي كانت فيه جدا. بالنسبه برضو للمسلسل ده مش عارف حاسه هيبقى حلو او حاسه هيبقى وحش. طبعا برضو زي ما قلت لكم مش هعرف اقرر دلوقتي. انا هعمل فيديو زي ما كنت قايل برضو في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت، هعمل فيديو هجمع اعمل ريكاب لكله، هشوف ايه اللي هتفرج عليه في الاخر، لسته كده محترمه، هقول هتفرج على ايه. وي 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 وي. هعمل لايف فيديو او هعمل لايف او هعمل فيديو عامه، لسه برضو ما قررتش يعني، خصوصا ان رمضان فاضل له بتاع 4 ايام يعني. تريلر برضو ما وضحش كتير في او ما قالش كتير يعني حاجه ريليتد للمسلسل. وده اغلب تريلرز رمضان بتعمل كده عشان تتشوق وتتفرج على المسلسل وفي الاخر تتصدم وانت بتتفرج يعني. المسلسل فيه زينه وفيه دلال عبد العزيز وفيه ملك كوره وفيه محمد شاهين. بحب جدا محمد شاهين وبحب تمثيله. وفي معانا محمد عادل واحمد صيام وهاجر الشرنوبي وصلوى الخطاب وريم البارودي، ومن تاليف محمد ناير ومن اخراج ايمان الحداد. نسبه تراقبي للمسلسل ده هيكون 4 من 10 صراحه. نسبه تراقبي للمسلسل هتبقى 4 من 10، مش هتبقى اكتر من كده. التريلر برضو ما شدنيش. انا حرفيا ما فيش اي حاجه من مسلسلات رمضان السنه دي شداني خالص غير مسلسل النهايه صراحه، اكون صريح يعني. مفيش فعلا بجد غير مسلسل النهايه اللي شددني لحد دلوقتي وعمال افكر فيه، على الرغم ان انا عارف ان هيبقى متاخد من حاجات كتير ولا متاكد منه، وفي ريفرنس كتير لافلام انجلش كتير، واكيد وانا قاعد بتفرج عليه هطلع كذا حاجه متاخده من كذا حاجه او من كذا فيلم انجلش او من كذا مسلسل او وات ايفر. بس هو صراحه هو التريلر الوحيد اللي شدني في رمضان لحد دلوقتي. يعني المسلسلات التانية اللي هتفرج عليها مجرد ان انا عايز اتفرج عليها عشان عايز اعمل لها ريفيو مش اكتر، بس اللي شداني شداني وعايز اتفرج عليها عشان عايز اشوف مثلا الحلقة اللي بعدها والحلقة اللي بعدها هيحصل كذا والكلام ده. السنة دي يعني خاصة السنة دي مش حاسس بالهايب ده خالص يعني، بقالي كتير مش حاسس بالهايب يعني. السنة اللي فاتت كان في شوية هايب، السنة اللي قبليه كان في هايب اكبر، السنة دي مش حاسس بأي هايب خالص. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على التريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام. اشوفكم الحلقه الجايه.